الأسماء والصفات من يدخل فيها بهذا المعتقد وهو الإيمان المطلق بما أخبر به جل وعلا أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فاز فوزا عظيما، وذلك لأن قلبه سيتفرغ في تأمل هذه الأسماء وفي تدبرها فيزداد القلب يقينا وإيمانا وانشراحا. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن المعطلة، يقول: كيف للمعطلة أن يتوكلوا على الله إذا كانوا قد عطلوا الله عز وجل عن أسماء الله وصفات؟ كيف يتوكلون على الله؟ يتوكلون على عدم، لأن من نفيت عنه الأسماء والصفات هو العدم، لأنه ما من شيء موجود إلا وله صفة. أتحدى أن يكون هناك شيء موجود وليس له صفة، كل شيء في الوجود له صفة. هذا العمود له صفة، هذه المروحة له صفة، هذا الجهاز له صفة، أي شيء موجود له صفة. أما ما لا صفات له فهذا هو المعدوم. يقول: كيف لهم أن يتوكلوا على الله وإذا لم يوجد التوكل على الله في القلب؟ فأين صاحبه من الخير؟ أين هو من قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أين هو من قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ أين هو من قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ وفي قراءة: يهدأ قلبه.